FM. الكلمة ليك سي عمر السليم، يا عاش من شافك. مرحبا وتحية لكل مستمعي كفافه. دونك السيد عمر السليمي مدير الصحة الوقائية ولاية نابل. سي عمر مرحبا بك بحذانا اليوم في حكاية الناس. دونك اليوم المواطن التونسي يستفسر ويستنكر في نفس الوقت بعض الحاجات الموجودة وبعض المنتجات الموجودة في السوق المحلية. باش نبدأ ونحكيه معاك ساعة على تحضير الشهر رمضان. شكرا على الاستضافة، ومرة أخرى تحية ليك وتحية لكل مستمعي كفافه. نحب نبدأ في البداية أنه نذكر مهام وزارة الصحة ومهامنا كهياكل صحية في ولاية نابل. احنا عنا إدارة فرعية مكلفة بالصحة البيئية اللي هي المراقبة الصحية لمختلف المواد الغذائية، المياه، صحة البيئة، المياه المستعملة، مقاومة الحشرات، وتنرجعوا لها بيتناب في التحضيرات الشهر للموسم الصيف. الموسم الصيفي باعتبار أن ولاية سياحية. احنا عندنا مهام مزدوجه في وزاره الصحه عكس الهياكل الرقابه الاخرى اللي موجودين في وزارات وهياكل اخرى. احنا المهمه الاولى هي التوعيه والتحسيس والتثقيف، وهو الشيء سامحني سي عمر اللي ولا التوعيه، نحكي هنا على الجانب التوعوي اللي ولا مفقود نوعا ما، خاصه في الومضات نتاع في التلفاز والا في الاذاعات. قبل كان ديهم موجود الومضات التوعويه في التلفاز وفي الاذاعات، ولا ان شاء الله هو وجودي معاكم هو كفافه مشكوره، هذه تدخل في نطاق التوعيه وان شاء الله مختلف بطبيعة. الوسائل الاعلام، وفي الحقيقه احنا ما نلقوا من امكان الدعم من غير ما نذكر الاذاعات والتلفزيون، وانا شاركت في عديد الحصص وزملائي في الولايات الاخرين وكذلك على المستوى الوطني. هذا دورنا الوقائي اللي عندنا فيه برامج المراقبة الروتينية بصفة مستمرة. ناهيكم أنه نحن بالنسبة للمراقبة الصحية لشبكات المياه الصالحة للشرب اللي هي تحت تصرف الهندسة الريفية في المناطق الريفية وإلا تحت تصرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، نقوم ب 24 ألف تحليل لمراقبة مدويات المياه. 24 ألف تحليل، خاطر عندنا مراقبة يومية. بخلاف التحليل بالشفرة ذي، هل هو يومي ولا شهري ولا لا؟ هذا كل شبكة تخضع المراقبة يوميا، كل شبكة يوميا هذه مراقبة يومية، باعتبار أنه عدم وجود الكلور معناها ثم فيه ريسك بالنسبة للمستهلك. هكا علاش يقع المراقبة اليومية. بس يا عمر خلينا ناخذ النقطة هذه، حاجة مهمة للغاية. تحكي هنا على المياه الموجودة في دار كل تونسي اللي هي الماده اللي نقولوا احنا السباله للروبيني. الماء بتاع السباله اليوم، وعلاش المواطن التونسي ما عادش ينجم يشرب منه؟ فما شكون يقول لك مضر، وشفنا احنا فيديوهات حتى على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. فما مره فيديو انا ريته شخصيا اللي قال لك عبد بوزه نتاع ماء وحط لها فلتر، الشيء اللي خرج في الفلتر من بعد شيء لا يصدق. وهذا اللي احنا تناولناه هل شفتوا الفيديو؟ شفته. شكرا على السؤال، باعتبار انه تناولته حتى في وسائل اعلام اخرى. هو راه شوف، بالنسبه للمياه الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه وشركه الهندسه الريفيه هي مياه مطابقه للمواصفات وتخضع للمراقبه بصفه دوريه. بق شنو احنا توا، انا في بدايه العمل نتاعي كنا نقولوا راهو يلزم توفير الماء، لانه ساعات النقص نتاع الماء يتسبب في امراض اخرى كما الجربة القال ولا الثاني، هذوما الامراض الاخرين اللي على النقص نتاع المياه. توا وصلنا انه المستهلك التونسي اصبح اكزيجون شويه، يطلب نوعيه معينه. وهو كلامك صحيح، ناهيك وانه اليوم التونسي هو في المرتبه 12 على المستوى العالمي في استهلاك المياه المعدنيه ب 130 لتر في العام معدل سنوي، خاطر نجم يكون واحد استهلك 200. المرتبه 12 على المستوى العالمي. دونك لهنا تقول والاقبال على هذا، احنا في ولايه نابل والسيده الواليه مشكوره كان لقينا منها كان التعاون، لانه سكرنا برشا بالنسبه وشدينا برشا. ناهيك وانه حجزنا 7000 بالتنسيق مع الشرطه البلديه، 7000 لتر اللي يبيعوا فيهم في الكاميونات وتشوف فيهم وتشوف فيهم ومن ابار غير مامونه. هذا علاش يولي التونسي يمشي للبير هذاك يقول لك باعتبار انه محلو. علاش؟ خاطر ما السوناد في المواصفات تنجم تمشي لزوز غرامات حتى لزوز فاصل 5 غرام في اللتر بالنسبه للملوح. المواطن ولا بعد 1 غرام يحسوا. انت كي علاش تشرب مياه معدنيه تقول والله ما حلو.
بس انا اكثر من واحد. بس يا عمر سي عمر احنا في لونتين في المباشر توا كنجيبوا لك توا نجيبوا زوز كيسان نتاع ماء من السبال انا وانت تشرب معايا كاس من السبال نشرب مع بعضنا باه تنجيبوا زوز كيسان ماء من بعد تنجيب نشرب زوز كيسان ماء من السبال لا ما احنا هاولا نعيبوا على ساعات زملائنا في الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه هو التحكم في ماده الجافيل خاطر ساعات تلقاها واحنا نقولوا لهم راهي كي تبدا خاطر كي يحل المواطن يقول لك انا نلقاها كلها جافيل وقت احنا نقولوا لهم راهو ما يلزمش تفوت 0.5 ملي جرام في اللتر لخاطر لانه الجافيل حتى كيولي بكونتيتي كبيره يولي حتى يضر بالصحه واحنا في المراقبه نلفتوا لهم نظرهم باش يكون معقول لانه اليوم ثم كيسيون دو جو بالنسبه للمواطن بالطبيعه لكن هنا كما تقول لي ندخل كما تقول لي انت تاكل شوكولاته جايه امبورتي مش نسمى نذكر اي بلد بلد وشوكولاته تاخذها محليا تقول لي والله الشوكولاته البرة تذوب في الفم وعندها انا يعني نقول لك الزوز الشوكولاته راهم متطابقين للمواصفات تبقى لوجو سي المستهلك هو هكا علاش يلزم زملائنا في الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه يحاولوا كيفاش اولا تمبور سيكوريزي الكونسوماتور توهيتو يمشوا شويه يقولوا له راهم مطابق للمواصفات احنا نقولوه واللي امكن تحسين بعض المؤشرات يلقى تحسينها. سي عمر خلينا نحكيو على الواقع نتاع اليوم، اليوم معناها نقعدوا في موضوع الماء نتاع السباله، هل المواطن التونسي اليوم كي يشرب الماء من السباله ما يضرش في صحته؟ خاطر شفنا برشا حالات ما نعرفوش صحتها من عدمها، المواطن التونسي وقت يشرب الماء يضر في الكلاوي حتى في الفم حتى في اكثر من بلاصه، معناها شفنا اكثر من موضوع قاعد يدور لكن ما عندناش حاجه صحيحه على الموضوع هذا، هل المواضيع هذه صحيحه ولا غلطه؟ بين قوسين سي عمر سامحني، الماء حتى تو كي تطعم وتشرب ماء السباله قوي برشا، معناها موش ماء، هو الماء المفروض ما عندوش لا ريحه ولا عنده لون ولا عنده مطعم، لكن هذايا كي نصبوه ماء السباله بصراحه عنده الريحه وعنده المطعم وعنده اللون. لا شوف اللون كي يبدا عاده يجي وانا نعذر المستهلكين اللون يجي وقت اللي تبدا ثم عمليات صيانه في الشبكه وقت تبدا عمليات صيانه في الشبكه ما يقعش اعلام المستهلك وقتها صحيح تجي ثم تراب وثم لون بتاع مياه هذا من المفروض انه زملائنا في الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه يعلنوا على عمليات الصيانه ويعطوا وقت باش المواطن يخلي الماء يجري وبعد يشرب تقول لي ثقيل صحيح ثقيل خاطر بالنسبه اللي تلقى فيه الديورتي كالكير ولا تلقى فيه ملوحه معينه ولكن نراه مطابق للمواصفات ويخضع التحاليل بكتيرولوجيه تحاليل فيزيوكيميائيه اللي عندنا ما احنا في ولايه نابل نقوم ب 50 تحليل من كل من مختلف الشبكات في المناطق الريفيه 50 تحليل 50 تحليل لانه يعني خمسه التحليل فيه عديد المؤشرات من الكالسيوم المغنيسيوم مش ندخل برشا في الديتايل ما تهمش برشا المستمع المكملات على خاطر يقول لك كذا يلزم الماء يكون فيه اكثر من مكون باش ما يضرش المستهلك ما يضرش المستهلك والى حد الان ما عندناش خاطر اذا نلقوا مكون غير مطابق للمواصفات نعلموا الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه أو الهندسة الريفية لتلافي النقص هذاك. سي عمر من الموضوع نتاع الفلتر الماء اللي تجبد حتى أي واحد أي مواطن يسمع فينا كي يحط الفلتر نتاع الماء في السبالة نتاع ماء الدار اللون نتاعو يتبدل يولي مارون عاطي على المارون وفيك ما نعرفش أنا يعمل الكلكل في, 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 في الفلتر من شنو هذاك بالضبط؟ هل من الماء ولا هل من معناها خلينا نقولوا احنا من الحلاقيم قاعد تخرج في الماء ولا من شنو بالضبط؟ لا ينجم يكون الفلتر اذا كان ما تجددش في وقته ماهوش جديد خاطر الفلتر لون تيرم راهو يولي فيه معطيات انا واحد من الناس ما ننصحش به الفلتر لا بيان سور خاطر الفلتر لون تيرم وسا ديبون اسكو سيت ان فلتر خاطر ثم دي فلتر اللي يعملوا له سبونز انفيرس اللي ينحوا بعض المكونات الاملاح المعدنيه وثم فلتر ينضرا باش يصفي وكاو دونك ثم عده وثم فلتر باش ينحل كيما شاربون اكتيف باش ينحي الريحه دونك ثم برشا عوامل راهو نتاع ولكن المعلومه اللي تاكد انا انت السيد عمر السليمي كمدير الصحه الوقائيه بولايه نابل اللي راهو الماء نتاع السباله راهو صحي 100% صحي ومطابق للمواصفات وما يضرش وما يضرش واضح باهي واحنا بدنا ما نسكتوش راهو مشنا على خاطر احنا كيف يعني اذا كان ثم اي مؤشر غير مطابق للمواصفات نعلمه ما نحكي شوي صراحه المواطن التونسي اليوم يقول لك حتى الصحه الوقائيه في نابل ولا حتى اداره كانت جهويه اخرى راه باش تكون موجوده مع السونات معناها مش تجي ضد السونات في مواضيع كما هكا لا مش صحيح. انا مش نحكي انا مش نشكك في كلامك بالعكس معناها حشاك ولكن نحكي لك في كلام الشارع التونسي يعني المواطن التونسي ونتفاهموا يقول لك اداره مع اداره ما لا نتفاهموا وان شاء الله احنا تو ما عندناش قانون اللي يردع موزعي المياه ان شاء الله يخرج قانون خاطر في بالي انه ثم بروجي دو قانون انه لجور واني نلقى عندي باسمون وتستحق كما فرنسا وتستحق انه شبكه ما الشبكات لازمها تتسكر لا هل فما تجاوزات اليوم في توزيع المياه؟
الى حد علمي اللي نسجلوها التجاوزات الا في نسب ماده جبال. لا مش نحكي على سوناد، نحكي على الشركات الاخرى بتاع توزيع المياه. لا تجاوزات اللي تجاوزات هي المياه، هذا بالنسبه للمياه اللي فيها منشور وزاري من طرف اربع وزارات اللي هما وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية ووزارة التجارة، هو اللي يمنع الاتجار في المياه بصفة عشوائية. واضح باهي. دونك هنا احنا جبنا لك سي عمر هو مسبيره، تفضل الساده المستمعين الكل نجم يشوفهم بعد الفيديو. هي ما مش من مابير. لا لا مش مابير، مسبيره نحكي مسبيره مش فيها. تفضل احنا دونك هنا السيد عمر السليمي مدير الصحه الوقائيه بولايه نابل، هو يشرب مسبيره ويأكد المعلومه اللي راهو مسبيره وبنين يتبنى اللي عندي انا ويتبنى ويتبنى فيه. دونك باش فيها والحق يكون الصدفة انه ما فيش برشا جبال، مش ما فماش طعم تاع جبال. دونك هو تقام بعد الفيديو على الباج فيسبوك نتاع راديو كابا فيها، السيد عمر السليمي مدير الصحه الوقائيه بولايه نابل يشرب ماء سبيره ويأكد ان الماء هذا راهو صحي 100%. بينما نمشي لموضوع اخر مهم كذلك للغايه اللي هو الاستعداد لموسم الصيف في ولايه نابل. سي عمر نعرفوا الولايه سياحيه وقادمين على موسم صيفي. شكرا. هو احنا ولايه نابل ولايه قطب سياحي، ناهيك وانه احنا عندنا ما يقارب 155 وحده سياحيه. أيه. بطاقه استيعاب تقدر ب 55,000 سريره يربع ما هو موجود في الجمهوريه التونسيه. كذلك عندنا شطوط شاسعه تمتد على ما يقارب 200 كيلومتر. هذا يخلينا نعملوا برنامج، نرجع البرنامج الخصوصي نتاع رمضان اليوم اللي هو اللي يتزامن في السنوات الاخيره وهذه العام هذا مع فصل الصيف. وتعرف انه حتى بالنسبه لعدد السكان احنا ما يقارب في ولايه نابل 850 الف ساكن. هذا يضاعف وساعات ملتبلي بار 3 يولي اكثر، حتى الازدحام المروري تلقاه برشا في فصل الصيف. دونك هكا علاش يخلي كثافه انه المطاعم كلها تخدم وربي عينهم المؤسسات السياحيه، ولكن هذا يطلب منا نحن على خاطر هذا. انا ذكرت لك في اول المداخله انه راهو المراقبه الصحيه نتاعنا مستمره، ولكن كثف المجهود تولي تضاعف باعتبار انه مش تكثر الاستهلاك وتولي حتى ما تبارك الله. حتى سي عمر بعد ما شرب من السبيله تسرع، تحس شويه في الكلام. اي صوتي تسرح كان صوتي ما باهي. دونك هنا قلنا سي عمر سليمي تتضاعف هنا الحملات نتاعكم الرقابيه اكثر من اللي هي توعويه. احنا مثلا المحلات المفتوحه للعموم، نعطيك محلات مفتوحه للعموم توت كاتيجوري كونفوندي، معناها كل الاصناف. عندنا ما يقارب 10,000 محل مفتوح للعموم، مخابز، مطاعم، اكسترا. عندنا مؤسسات سياحيه، دونك عندنا ما يقارب بالمطاعم السياحيه وبالمراكز التنشيط السياحي وبالنزل السياحيه ما يقارب 300. هذا من الكل نقوموا بما يقارب 40,000 زياره في العام لكل هال المحلتين. 40,000 زياره في العام، كان نقولوا قديش من زياره منهم في الموسم الصيفي؟ نحكي هنا من جوان اوت. اذا كان في الفتره العاديه نمشوا المحل المفتوح للعموم مره في 3 شهور، نولوا له محل مفتوح للعموم نمشوا له مره في الشهر، معناها تولي الخدمه فتره فتره للمؤسسه السياحيه. نظرا لامكانياتنا نمشوا لها في عاده مره في مرتين في العام، نولوا في الصيف نمشوا لها على الاقل مرتين ثلاثه، لانه باش مرتين ثلاثه في شنو؟ مرتين في ثلاثة الزيارات. زيارة قد في قداش؟ في شهر ولا في 3 شهور؟ لا في الموسم، في الموسم. هنا هذا حاجة مهمة للغاية، الفنادق اليوم ولا حتى المناطق السياحية، وعلاش ما بصراحة نحكي بصراحة كارتر تابل، فما زيارات قوية برشا عليهم؟ ولا تكون مرة وكهو هاو كان طيروا العين؟ لا 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 ما نرجع لك الخطة هذه حسب امكانياتك، واثنين نحن نعولوا على المؤسسات اصحاب المؤسسات السياحيه، لانه المراقبه المراقبه راهي مش كان هياكل المراقبه. ثم ثاني كيف كيف البريستاتير دو سيرفيس ولا صاحب المنتوج هو مسؤول على تقديم منتوج جيد للمستهلك بالقانون. ولكن حتى الريستورون زاد اللي حال في الشارع حل العموم هو مسؤول كذلك. لكن علاش الزياره تمشي للمحلات التجاريه اللي في الشوارع اكثر من اللي تمشي للفنادق على سبيل المثال؟ بين قوسين اللي راهو في الفنادق معناها اللي كونسوميو عندهم اكثر برشا، يكونوا حتى فواديس ولا اكثر من الاستهلاك العادي في المحلات البقيه بقيه المحلات. ماشي معك، لان الفنادق عاده مهيك لي، ما نقولش الكل، مش تقول لي مش بالكل، ما نقولكش الكل، كنتش نقولها لك تو، ما باش نقول لك الكل. دونك عاده نقولوا 50% مهيكل. ال 50% مهيكل هذا عنده المراقبه الذاتيه نتاعو، عنده منتدب فنيين في حفظ الصحه للمراقبه الذاتيه وقطاع العينات، وعامل كونفونسيون. دونك نجم نقول عندكم الثقه فيهم؟ مش عندي الثقه، لانه نحن عندنا تابلو دوبار.
احنا معنا الثقه في حد انا انتبلو بده الثقه نتاعنا هي تقاريرنا التقارير كي نجي وقتها ما نلقوا على حد شيء نقول له بارك الله فيك يعطيك الصحه واصل اما اللي هو التقرير اللي هو المحدد انا عندنا انتبلو دبور نعرفه علاش قلت لك احنا نمشوا ثلاث مرات في الموسم نمشوا لهم بالنسبه للسلسله الغذائيه نمشوا لهم بالنسبه للمسابح ونمشوا لهم بالنسبه للثما جرثومه اللي تعيش في لي سيستيم دو كليماتيزاسيون التبريد والمياه السخنه اللي هي الليجيونيل وعاده تجينا دي ريكلاماسيون من لي توريست اللي يخرجوا عاده من خلال الماء. واضح. دونك سي عمر خلينا نحكيو توا على شهر رمضان المبارك. بالنسبة لشهر رمضان وتعرف أنه في السنين اللي فاتوا والسنة هذا يتزامن مع فصل الصيف فصل ارتفاع درجات الحرارة واللي هو مؤشر نجم يأثر على سلامة المواد الغذائية. احنا ككل عام وطبقا لمنشور السيد وزير الصحة اللي صادر في الغرض عنا برنامج خصوصي قبل شهر رمضان وطيلة شهر رمضان وفي بداية الحصة قلت أنه نحن راهو عكس الهياكل الأخرى احنا عنا دوبل رول دونك عنا مهام مزدوجة عنا مهام وقائية مهام تحسيسية وثانا عنا مهام رقابة اللي تطبيق القانون. الفترة التحضيرية انطلقنا فيها منذ 15 أفريل من 15 أفريل منذ 15 أفريل التحضير لرمضان التحضير لرمضان وتمتد حتى الأول يوم في رمضان. الفترة هذه شو نشوفوا فيها؟ نشوفوا فيها المساحات الكبرى مخزن المواد الغذائية معناها المواد اللي مش مخزنة والمشاقع باش تخرج ترويجها في رمضان. ترويجها في رمضان نشوفوا المخابز والمقاهي علاش المخابز والمقاهي لأنه المحلات باش نشوفوا من حيث المرتبات على خاطر عندهم مكونات ما يصبروش وبخلاف المحلات لأنه احنا بالنسبة للهياكل الصحة وك علاش راه مش أي هيكل ينجم يقوم بالرقابة الصحية راه ما نراقبوش كان المنتوج النهائي احنا نراقبوا على خاطر كيما في بالنسبه للقرى دو لافورش لافورشيت لانه جميع المراحل خاطر المواد الغذائيه علاش تتسبب في الامراض اما تكون هي من الاول كونتاميني جايتك من فيرما دجاج كونتاميني على سبيل الذكر السلمونيل باش نحكيوا عليهم بعد والا تكون عندك مواد اوليه كونتاميني الحم كذا والا يكون هو سليم ولكن في مختلف فترات نقله خزنه تحضيره يكون يتعرض للتلوث اما الفريجيدارات مسخه ولا العامل اللي حامل لجراثيم معديه والا الطابل دو ترافاي تكون ملوثه هكا علاش بالنسبه لنا احنا في الفتره التحضيريه هو نشوفوا المحلات المفتوحه للعموم مراقبه العمله مراقبه التجهيزات مراقبه المحلات مراقبه مواد التخزين مواد التبريد تستجيب ما تستجيبش باش اللي مش ناخذ ضده اجراء ردعي تسكير نسكروش في رمضان نحرموه من نشاطنا ونسكروا له قبل رمضان. هنا بالنسبه لقرارات الغلق فما على خاطر فما اللي يقول لك اللي ما عادش موجودين فما يقول لك موجودين، المعلومه اللي عندي تقول اللي قرار الغلق غلق محل نهائيا ما عادش موجود. لا فما كان اخطيه ماليه. لا لا نهائيا لا اما احنا لا كانت موجوده قبل الغلق محل نهائيا. نهائيا لحد علمي بالنسبه لنا احنا كصحه لانه انا ما نقارنش روحي بهياكل اخرى خاطر الهياكل الاخرى ينجم يسكر له نهارين ثلاثه احنا ما نسكروش لا نهار لا ساعه لا ساعتين احنا الكونترال ما بيناتنا هو توفير شروط حفظ الصحه اللي رفعوها المراقبين المؤهلين المحلفين مؤهلين من طرف السيد وزير الصحه محلفين لدى العداله. التقرير هذاك اذا يريقلوا في نهارين نقترحوا إعادة فتح، يقولوا في شهر نقترحوا إعادة فتح، يقولوا في عام. لكن إعادة الفتح يعني بالنسبة للمحلات التجارية حاجة مهمة للغاية سي عمر السليمي، يتشكاو منها برشا من أصحاب المطاعم البيتزيريات، شنو الموضوع بالضبط؟ اللي اليوم أنا كي ناخذ قرار غلق في محل معين، يلزم كي مثلا سكروا لي على خاطر عدم توفر مثلا في المطاعم دورة مياه للرجال وللنساء. دونك أنا يجي قرار غلق، بعد يعمل ما يعمل يعمل التعديل في المحل نتاعو ويعمل دورة مياه للرجال والنساء، باش يعمل قرار فتح مرة أخرى يطلبوا عليه أكثر من حاجه، ما عادش الحاجه هذيك وكاهو، يقول له لا يلزمك تمشي تعمل اتفاقيه رفع الفضلات اللي هي مع البلديه، ومن بعد يقول له يلزم يجيك المراقب يعاين دوره مياه الرجال والنساء، ومن بعد يقول له يلزمك تشوف التيراس، ويلزمك تشوف التين، دونك انا تحسها تعجيزيه نوعا ما، انت كي سكرت لي اليوم على خاطر اي موضوع ولا اي اشكال موجود عندي على سبيل الذكر دوره مياه مثلا انت، يعني فوفرت هنا، وعلاش كان نجي نحل يتعقد الموضوع. اي هنا انا نشكرك على توجيه السؤال لانه لهنا في تونس وربما نرجعوا له لانه ثم مشروع قانون جديد بالنسبه للسلامه الصحيه للاغذيه. لهنا لانه في ذهن المواطن انه كان الصحه تراقب.
اما لا ماهوش كان الصحه تراقب راه ثم عديد الهياكل اللي قاعده تراقب تو وساعات حتى المواطن يستغرب لماذا ثم هياكل اخرى تراقب يتحدث على الشروط الصحيه أي. ويتحدث على الكلام يقول لك علاش اما راهو بالقانون تو ماهيش كان هياكل الصحيه هي تراقب اللي تحكي عليهم ربما في البلديات ماشي معك اما بالنسبه لنا نحن لا نطلبوه لا خلصت الزبله لا خروبه احنا نقترحه احنا نقترحه احنا نقترحه ما نقترحتوش نقترحه على السلطه نقترحه على السيد الوالي نقترحه على السيد الوالي تسبب الغلق على سبيل الذكر نقول لك انا واحد سكرت له انتم على خاطر عنده حاجه مش موافقه للشروط دونك تعطيه خطيه هنا قيمتها 60 دينار ومن بعد المعلومه اللي عندي تقول تعطيه 60 دينار او 80 دينار ومن بعد كي يمشي يخلصها يكون جه قرار الغلق من الوالي ديجا لا انا عندك لبس انا عندك لبس ولو ربما باش نحيه احنا ما نخالفوش الهيك الاخرى تخالف احنا نعدوا محاضر عدليه تمشي للسيد وكيل الجمهوريه المختص الترابيين احنا نعدوا كان محاضر عدليه ما عندناش الحق نعدوا مخالفات مش من مهامنا مش مولات وقرارات الغلق نخرجوها الكونترول ما بيناتنا هذه بيدنا احنا من هكا علاش نفس اللي مشى له يرجع له باش ما يطلبش عليه حاجه اخرى اي لكن حفظ الصحه والمحيط يعطيك مخالفه لا ما خلفوش ما نعدوش مخالفات ما عنديش مخالفه لا لا ربما تحكي على القانون الجديد نتاع التطبيق بالضبط. صحيح احنا موجودين فيه اما الى حد أما احنا ما مش نطبقوا فيه تو مازال ما لا احنا القانون موجود القانون موجود وما احنا ما نعدوش المخالفات ومش مش نطبقوه احنا عندنا قانون حمايه المستهلك نطبقوا نعدوا محاضر عدليه للسيد وكل الجمهوريه والمواطن عنده كل الضمانات في التقاضي انا باش ما نظلم يستأنف يمشي المحكمه الاداريه يستأنف اللي يحب هو حتى بالنسبه للحجز يمكن نرجعوا له الحجز احنا كيف عندنا دي بروسيدور نعلموه ونعطوه دولي وعندنا دولي نتاع ناخذ الاذون من عند الساده حكام الناحيه المختصين الترابيين ينجموا يعمل كونتر اكسبرتيز ينجم يطلب تحليل اخر دونك كل الاجراءات يقع احترامها لناكده لك من طرف مصالح الصحه غير مصالح الصحه انا مسؤول على الصحه بالنسبه لقرارات الغلق نزيد ناكد لك انه احنا زوز مراقبين لازم يمشوا في القانون زوز مراقبين عندنا تقرير التقرير يرفعوه يشمل بنيات خاطر احنا علاش قلت لك راهو الليجيان سيتي سبيسياليتي راهو اختصاص دونك عندنا سكون ابيل لي سان كامل طريقه العمل التجهيزات المحل صحه العمل المحيط هذا الكل يقع رفع الاخلالات اللي موجوده وهنا عندنا مشهور نتاع السيد وزير الصحه اللي يحدد الاجراءات اللي مش ناخذها وانتم كجهه صحيه سي عمر السليمي انت مدير الصحه الوقائيه بولاية نابل هنا المعلومه الموجوده عندي كذلك تقول اللي حتى معناها المراقبين من الصحه كي يمشيوا المحل يخالف الاول مره ما يعطيوش مخالفه يعطيوه تحذير نعطوه انذار صحيح يعطيه انذار تنبه عليه المره الاولى دونك هنا ما فماش الردعه هنا ننبهك انك انت مخالف الحاجه الفلانيه اذا ما صلحتش ورجعت لك مره اخرى عندك نفس المخالفه نرفع عليك ويعطيك الصحه في السؤال لانه نحن لسنا هياكل ردع احنا راهو لا ميسيون برينسيبال نتاعنا هي التثقيف والتوعيه دونك هكا علاش احنا راهو سلطه الاشراف ما تحاسبناش قداش عدينا من محضر ما تحاسبناش قداش عدينا من مخالفات صحيه لا ابدا التابلو دو بور نتاعنا هي التسممات الغذائيه هي الامراض المنقوله عن طريق المواد الغذائيه وهذا بطبيعه يجي تحت معناها حتى فما بعض اصحاب المطاعم والبيتزيريات يتقلق يقول لك رقابه راه هذا الكل يجي تحت حمايه المستهلك التونسي معناها لا اكيد 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 هكا علاش قلت لك راهو تعدد الهياكل ربما تقلق المواطن ولكن اليوم ثم مشروع موجود لدى في مجلس نواب الشعب اللي هو مشروع قانون يتعلق بالسلامه الصحيه للاغذيه و أغذية الحيوانات ومشت بعث هيكل هي هيئة وطنية للسلامة الصحية للأغذية خرج القانون سي عمر لا مازال اللي مازال ما في لجنة التشريع انتم حاليا طب بالقانون الجديد لا بالقانون حماية المستهلك لا نحن عندنا بالقوانين القديمة القوانين القديمة لا أما الهيكل هذا ما عادش اليوم يجيك هيكل الصحة وغدو يجيك هيكل آخر للمراقبة مش يكون الهيكل هذا هو الموكول ليه مراقبة المواد الغذائية معناها يجيك هيكل واحد هيكل واحد وهو مسؤول على كل شيء مش اليوم انا نجيك نقول لك والله مش نراقبك الفريجيدير يلزمها المواد الغذائيه يلزمها 4 درجات تجي انت غدوه تقول له لا يلزمها 8 درجات بالضبط دونك هكا علاش بالنسبه لهيكل المراقبه احنا بالنسبه لوزاره الصحه كي يخرج المحل ونرجع للمنشور نتاع السيد وزير الصحة اللي حدد إجراءات المراقبة وآليات المراقبة أنه كان ثم حسب الإخلالات إذا كان ثم ريسك للصحة تعدل الغلق مباشرة إذا ما ثماش خطر على صحة وسلامة المستهلك نبهوا عليه والتنبيه حسب ما يقيم المراقب الصحي لأن ما نجمش ننبه عليك 15 يوم ونطلبك زليز
ما تنجمش إذا أردت أن تطعف أطلب المستطاع بطبيعة. ودونك التنبيه حسب ما يقدروا ما يقدروا المراقبين الصحيين ويرجعوا له، وإذا استجاب نشكره ونقول له يعطيك الصحة، وإذا ما استجابش وقتا ثقافة الشكر من عوان المراقبة الصحية، ما خاطر مش الكلام هذا الموجود عند اصحاب المطاعم بيتزيريات، ما يشكروش باش يقول يعطيك الصحه على خاطرك عملت، انا جايك باش نقول لك راك عم خالف في كذا وكذا وكذا وكذا. اليوم العلاقه بين خاطر نشوفوا برشا وسمعنا اكثر من تقرير وحتى في كل وسائل الاعلام ريناها اللي ساعات هم اعتداء على المراقبين الصحيين لاصحاب المطاعم والبيتزيريات. هنا حتى المواطن ولا صاحب المطعم ولا صاحب المشروع بعت المشروع يقول لك راهم فما استفزاز ولا فما مبالغه. نحكي على سبيل المثال مثالش مش على سبيل الحصر سي عمر، نحكي مثلا على معناها على الحاجات المدعمة على الزيت. اليوم مثلا الزيت انتوما اليوم كمراقب صحي كيفاش يعرف هذاك الزيت هو الزيت المدعم ولا هو الزيت النباتي؟ لا هل فما أجهزة تكشف الحاجة هذه؟ لا لا بالنسبة للزيت المدعم ليس من مشمولات مشيات هيك التجارة. أنا ما أنا زيت مدعم ولا مش زيت مدعم لا أنت هكاش تعرف الزيت زيت نظيف ولا مش نظيف؟ لا نحن بالزيت نظيف أي صحيح هذا سؤال مهم وخصوصي في رمضان والناس مش تستهلك برشا الزبابية والمخارق. عندنا وسائل عندنا ديزاباري اللي نعرفه صحيح الخطر في السفري بعد أن سرتان مومون بعد فترة معينة يصبح غير صالح للسهلك غير صالح للسهلك ومضر يولي يتسبب في الأمراض السرطانية خاطر يعمل تديكم عفانا وعفانا كما الله وعفى المستمعين الكل. عندنا وش اسمه عندنا آلات اللي قيسوا دونك كانت قبل آلات بعد نص ساعة باش تعطينا نتيجة توا بالوقت تتطور التجهيزات توا عندنا بالوقت نجم يعرفوا وخلفنا لهنا نعدوا محاضر عدلية ولا نجم نسكروا اللي قلت نجم تسكر معي اي انت خبير قلت لي ما نسكرش لا 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 نسكر لا الى حد نسكر غلق نعمل غلق لا بيسر نعمل الغلق احنا عاد احنا سنويا عندنا ما يقارب 300 غلق من حالات مفتوحه للعموم وعندنا تو محلات مسكره لا, لا لا من صلاحياتنا اقتراح الغلق على السلطه الجهويه احنا نتعاملوا مع السيده الواليه احنا نقترحوا مشكوره مانيش رامي ورود كل ما بعثنا لها اقتراح غلق الا ويرجع بالمصادقه بالنسبه للصحه على خاطر الصحه فيش المواطن بالنسبه لي يتفهمك حتى اللي نسكروا له يتفهم بعد يجي يقول والله يعطيكم الصحه تحسن محلي دونك. وانت ذكرت بالنسبة للعنف الواحد احنا راهو رار عنا ما نسجلوش قليلش عنا بالنسبة للهيئة خاطر يعرفوا انه هياكل الصحة راهو اكثر منا توعية وتحسيس وتثقيف اكثر من وردع. صارت لنا حالات دارنيرمون صارت لنا حالة في قليبيا صاحب قاعة شاي ما حبش قال ما اعطوني اذن مأمورية للمحل متاعي احنا هنا نحب نفتح قوس احنا ما نحطوش محل فلان الفلاني لانه ما ندخلوش احنا نحطه ما يهمنيش محل شكون يعطيك الصحة هيك اللي باش احنا نحاسبه بعد المراقب الصحي للتغذيه اذا ما نشلوش وقت نحاسبه دونك المراقبه الصحيه المحلات المفتوحه لهم جابوا له الاذن بالماموريه قال لا يلزمني اذن بالماموريه من الوزاره كان جبناها له من الوزاره وقال يلزمني من رئاسه الجمهوريه دونك وقتها دخلنا بالقوه العامه معناها هل فما اليوم اصحاب ولا باعثين مشاريع مطاعم ولا قعد شاي ولا ريستورون يعني يتصرفوا بالطريقه هذه مع المراقبين. والله في معنا نحن لا حالات شاذه جدا باش نذكر كل واحد نعطوه حق يعني سي عمر بما يخص الشرطة البيئية اليوم الشرطة البيئية مشمولتها كذلك مراقبة المحلات والله مشكور على السؤال ما نجمش نجاوبك مادام القانون يخول وعلاش اي القانون اليوم انت كقانون موجود في الدوله التونسيه يا اخي شكون اللي يراقبني انا الشرطه البيئيه ولا مراقب الصحه ولا البلديه ولا اي هذا علاش قلت لك توا ثم قانون القانون هذا موجود توا في لجنه الفلاحه وبالنسبه في وزاره في المجلس نواب الشعب استمعوا لمختلف الوزارات وزاره الصحه وزاره الفلاحه مختلف المنظمات منظمه الدفاع المستهلك منظمة الأعراف المنظمة المدينة تاع الفلاحة دونك اليوم شنو يقلقكم هذا بصراحة اللي اليوم أنت تعمل كنترول والشرطة البيئية تعمل كذلك كنترول خاطر المواطن يتقلق لا أكيد يقلق لأنه نجموا ما نكونوش ما نعطوش نفس المعلومة واضح زي عمر خلينا نحكيو توا خلينا نحكيو شوية إحصائيات نحكيو شوية أرقام إذا كما كنت بالنسبة قبل الاستراحة أنه عن برنامج خصوصي ثم فترة تحضيرية اللي انطلقت منذ 15 أبريل وتتواصل حتى اليوم أول يوم من شهر رمضان المبارك وهذه يقع فيها تكثيف خاصة للمواد المخزنة واقتطاع عينات للتثبت من سلامتها للاستهلاك
إلى حد 20 يوم للفارطة عنا قمنا بما يقارب 1250 زيارة تفقد صحي لما اختلف المحلات المفتوحة للعموم. انتج عنا توجيه 230 انذار كتابي، القيام ب 84 تحليل جرثومي للمواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع لكتابة مسالمتها للاستهلاك. تم كذلك تحرير 6 محاضر عدلية ضد المخالفين واقتراح 2 محلات للغلق لعدم انعدام قواعد النظافة وشروط حفظ الصحة. كما تم حجز ما يقارب 50 كيلوغرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وتم تلافة، وحجز ما يقارب 3000 لتر من المياه، وهذه اللي نلقاها المياه العشوائية المجهولة المصدر، وثم ظهرت ثو ساعات نلقاها تتباع في المحلات المفتوحة للعموم، بل كانت حكر على وسائل النقل بصفة عشوائية، اليوم نلقاها في المواد في المحلات المفتوحة للعموم. كذلك هذه كل مع ما وصلت الأنشطة العادية الأخرى. بالنسبة لشهر رمضان المبارك لهنا ترتفع وتيرة المراقبة الصحية لتشمل كافة الأيام بما فيها الأحد وأيام العطل. معنا ما ترتاحوش؟ لا ما نرتاحوش، وتنجي حتى على عدد العوان باعتبار أنه عدد العوان تو انقص في السنوات الأخيرة. ويمتد من فترة الصباحية بالنسبة للأسواق الجملة وإلى آخر فترة من بعد الظهر، خاصة بالنسبة ليكثر الانتصاب اللي يبيعوا قدام محل التجارة، خاصة الأسواق البلدية. لهنا يقع التركيز على مراقبة نوعية المواد الغذائية، كيفية عرضها خاصة بالنسبة للمواد سريعة التعفن، كذلك يقع اقتطاع عينات واتخاذ الإجراءات المستوجبة كيف كيف اللي كنا نذكره فيه بالنسبة خاصة المحلات صنع وبيع المخارق والزلابية. لهنا تثبت من صروعية الزيوت، لأن الزيوت عندها فترة معينة اللي تولي مع الصالحة للقلي، دونك يلزم تجديدها أو تجديد على الأقل فوليم منها كمية منها. لهذا الغرض احنا عندنا بالنسبة لهذه الفترة عندنا 3 فرق جهوية، واحدة للمؤسسات السياحية، واحدة للمصانع المواد الغذائية باعتبار أننا نابل راهي قطب صناعي. ولهنا هو نحن ندورنا أن خاصة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، لأنه كي ترقبها في المعمل على الأقل تنجم تحد من انتشارها من انتشارها بعد. وعندنا فريق للمحلات المفتوحة للعموم في رمضان، عندنا إن شاء الله عندنا وعلى المستوى المحلي عندنا 16 فريق محلي لأي فريق بكل معتمدية. في رمضان نزيد ونكثفوا عندنا 4 فرق جهوية و16 فريق محلي، هذوما الكل نخدموا بالتنسيق وتنسيق محكم ومع زملائنا في الشرطة البلدية اللي نحب نوجه لهم تحية شكر وتقدير، لأنهم كل ما نطلبهم هما موجودين إما لمعظتنا في عمليات المراقبة متعاونين معاكم، معناها فما تعاون بينكم وبينهم، يتعاونوا معاكم دائما الشرطة البلدية، يتعاونوا معنا بصفة مستمرة أو مستمرة بالنسبة لعوان الشرطة البلدية، كذلك الحرس البلدي وكافة في الحقيقة كافة الهياكل والوحدات الأمنية. يعني نتعاملوا حتى مع بالنسبة لوحدات التدخل أو بالنسبة لحرس المرور ولا لشرطة المرور بالنسبة لوسائل النقل. دونك وهذوما كل العمليات في رمضان مش تتم خاصة مع الشرطة البلدية بتنسيق. وغدوة لهنا ربما هذا سبق عندكم أنتم، غدوة عندنا حملة هي حملة وطنية في الحقيقة، وإحنا عندنا على مستوى النابل عملنا حملة جهوية لمختلف المحلات المفتوحة للعموم. غدوة هذه غدوة إن شاء الله يوم الخميس مع الشرطة البلدية، معنا باش تدوروا على المحلات التجارية، المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم والمخازن المواد الغذائية. أنت قعدت الخبر تعطي حاضر روحهم الغدوة؟ لا ما يسالش، أنا ما يقلقنيش كصح، بالعكس هذا يدخل في خليهم نقول يدخل في باب التوعية، نوعيهم شوية، لأنه الهدف نتاعي أنا أني نلقاهم رجل
ما هوش الهدف نتاعي انا باش نشد ونعاقب دونك ما عنديش مشكله. دونك هذه تدخل في تحضيرات الشهر رمضان المبارك. بالنسبه للعام الفات خاطر احنا راهو في رمضان عندنا كيما التابلو دبور معناها عندنا مؤشراتنا اللي انا نعرف وانا هي المحلات اللي تخالف وانا هي المحلات اللي ما تخالفش. العام اللي فات مثلا في شهر رمضان اللي فات قمنا ب 5600 زياره تفقد لمختلف المحلات المفتوحه للعموم. انتج عنها توجيه 1400 انذار كتابي. تم اجراء 200 تحليل لمختلف المواد الغذائيه للتاكد والتثبت. هذا في حمل عملته عام الاول؟ لا هذا تيله شهر رمضان. تيله شهر رمضان. تيله شهر رمضان نتاع العام اللي فات. للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك. تم تحرير 25 محضر عدلي ضد المخالفين. اللي ما يستعملش الغربال بالنسبه للمخابز اللي عندنا كذلك اقتراح 35 محل مفتوح للعموم لاعدام شروط النظافه وحفظ الصحه. وتم حجز وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائيه المختلفه لعدم صلاحيتها للاستهلاك سواء انها ظاهره بالعين المجرده ولا بالتحالي. نتيجه التحاليل. بارك الله يعطيكم الصحه سي عمر السليمي، خدمه مزيانه باش تخدموا فيها. دونك توا خلينا نحكيو سي عمر على القضيه ولا الموضوع اللي شغل بال التوانسه الكل، اللي حكوا عليه التوانسه الكل في كامل تراب الجمهوريه، نحكي على الدجاج المحجوز اللي يحمل مرض السلمونيلا. شكرا على إثارة الموضوع. في الحقيقة لأنه ثم برشا تقع ساعات كونفيزيون ما بين الصحة والفلاحة. خليني نذكر أنه راهو المنظمة العالمية للصحة تحصي أكثر من 200 مرض ناتج عن تسبب المواد الغذائية الغير مأمونة ولا الملوث. اللي هي تسبب في الأمراض تمشي من أمراض الإسهال إلى أمراض السرطانية. عافانا وعافاكم الله وعافا كل المستمعين. في العالم يقع التسجيل سنويا 600 مليون حاله مرضيه يموتوا منها 350 الف انسان. لكن خلينا نحكيوا على تونس. باهي في لا باش نجيك على الامراض بالنسبه للسلمونيل. السلمونيل من جمله الجراثيم اللي هي جرثومه اللي تسبب الاكل الاكثر شيوعا بالنسبه تتسبب في التسممات الغذائيه. اذا كان يمشي كلاسيم الثلاثه الاولى. الجرثومة السلمونيل هي اما يكون او اكثرها تكون من منتوجات اللحوم خاصه منتوجات الدواجن. الدجاج اللي سيادتك تحكي عليه هو ثم زوز حالات اللي موجودين في القربة والحمامات. الدجاج هذا يقع توريده لانه يعطي العظم والعظم هذوما بعد يعطي الفلوس وهذوما اللي يوردوهم عندهم ديكوفوار باش بعد يعطي الفلوس. عمليه التوريد والمراقبه عند شكون؟ ثم قانون يحدد هو بالنسبه لتوريد الحيوانات ومنتوجات الحيوانيه وزاره الفلاحه، هو عند وزاره الفلاحه. ولكن السيد وزير الفلاحه ينجم يطلب في القانون، ينجم يطلب معاضده اعوان المراقبه الصحيه التابعين لوزاره الصحه المؤهلين والمحالفين للغرض. دونك هنا احنا ما طلبش منه، اما ينجم في القانون يطلب علاش؟ اما البور انافي تكنيك والا بور اللي يهم صحه الانسان والا كي تكون برشا معناها المنتوج برشا باش يقع مراقبته. دونك هنا انتم في الموضوع هذا خلينا نحكيو على الاقل في الحمامات. الدجاج اللي تم حجزه اللي يحمل مرض السلمونيل ما طلبش تدخل منكم انتم والا ما عندكم؟ لا لم يقع، احنا علمنا به عن طريق السلطه الجهويه. لكن هنا فما امر قضائي يؤمر باتلافه منذ 2017، احنا اليوم في مايو 2018. خليني نجيك بالنسبه للامر ونقول لك احنا كيفاش نخدمه. خليني ما نعرفش حيثيه الموضوع، الموضوع مش عندنا. اما نقول لك اللوجيك شنو هو. هذا مستورد نورمالمون يقع تحت الرقابه الديوانيه. اما يقع رفعه بعد التثبت من سلامته. ووقت بعد التثبت من سلامته اذا كان سليم يقع ادخاله، مش سليم يرجع لمنين جاء، والا اذا كان ما ينجمش حالته الصحيه ما تسمحش باش يرجع يقع اعدامه. يقع عدم اي اذا كان حالته مثلا ينجم يكون دجاج تعب ما ينجمش ترجعه. يقع عدمه لهنا. تنجم في القانون لهنا اذا كان ما ينجمش يقع تحت الرقابه الديوانيه انه مثلا عندكش لوكال مثلا. يقع وقت الهياكل المكلفه بالمراقبه تحدد وين باش يقعد. هنا اللي فهمته انه موجود عند السيد اللي ورده. الدجاج هذا ويقع حجزه. خاطر انت شنو الحجز؟ الحجز اما انك تشك فيه خاطر الرقابه ثم رقابه ماديه.
هنا شك، مجرد شك. لا هي رقابه ماديه، معناها الصحه الحيوانيه، انه كما نحن نراقب المواد الغذائيه ريحتها ناتنا لونها ما تغير وقتها. انا عندي معناها بمجرد الشك، معناها خلينا نقولوا في الحاله هذه والا تعمل تحليل. لكن الناس يا عمر بالدجاج الموجوده في الحمامات نجم نقولوا ان الدجاج بريء حتى تثبت ادانته. دونك انت اذا كان عندك شك القانون يخولك عندك شهر تاخذ التحاليل وتعلم. وعلاش ما تمش اتلاف والا يرجعوه من وين جاء هذا؟ وعلاش احنا طوس يا عمر حاضر معانا بالطبيعه عبر الهاتف سي سامي. سي سامي اكيد صاحب الدجاج الموجود اللي اثار ضجه كبيره اللي يحمل مرض السلمونيل. مرحبا سي سامي. مرحبا بكم. شنو احوالك سيدي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. صحه بخير. دونك سي سامي كنت تسمع فينا معنا السيد عمر السليمي مدير الصحه الوقائيه بولايه نابل. هنا خلينا نحكيو على الدجاج السلمونيل المستورد. احنا قلنا قبيله الدجاج بريء حتى تثبت ادانته. دونك اليوم 2017 هو تم التحليل وتم قرار يقضي باعدامه. اليوم شنو اللي صار بالضبط؟ اليوم اللي صار بالضبط احنا ما تعرف وقتاش جبنا الدجاج من 2017 شهر الرابع. بعد شهر بعثونا تحاليل قانون راهو فيه الجرثومة هذيا. انا على عين ما كان ديريكت خذيت تعيينات منه مش تحللت. اللي دجاج سليم ما فيه حتى شيء. سامحني برب مسجل دخل دخل معاه سي سامي. ها باش يكون معاك السيد عمر السليمي باش يدخل معاك كيت في الغرض هذا. تفضل تفضل سي سامي. انت خذيت كيعلموك اللي النتائج غير مطابقه. ايوه باهي. انت خذيت مشيت عملت اذن على العريضه باش تعمل تحليل ولا تعمل اكسبرتيز ولا خذيت وحدك؟ انا خذيت عملت تحاليل وحدي. لا وحدك لا وقتها مش قانوني يلزم ما دام خرج هما عطوه اللي هو غير مطابق. كان من الاجد معنى الصحيح انك تاخذ اذن على العريضه من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه وتطلب انت يا محامي يطلب انت تطلب معناها اما انك تطلب خبير ولا تعمل تحليل. فهمتك. انا اخذت العينات وحدي. لا وحدك هما فهمت هما ايش عملوا. وزاره السلاح قامت بالاذن على العريض. اي وخرج الحكم الحامد. احنا المحامي نتاعي قام بالاجر هذا. فهمت. احنا خذينا عندي بيطري نتاعي خاص جيش خذينا عينات مشينا حللناهم الجيش السليم وصلنا الشيء هذاك وقتلت الحكايه ذي معنا على القضاء عند القضاء السيره. فهمت. باهي سامي خليني نسالك انا، هل انت كان عندك مادام خذيت عينه وحدك هل فما شك؟ هل تشك معناها في وزاره الفلاحه ونزاهه وزاره الفلاحه ولا علاش بالضبط؟ مانيش شك في وزاره الفلاحه. انا شوف انا وقت هو اللي فلوسها هبط نهار 19 مطار تونس 14 خذيت عينه منه وشفت التحاليل. انا شك كيف العينه هذيك كيفاش مشات يحتمل تعديت وقت في العينه هذيك في الشامبيون يحتمل فهمت. لا هو خذا سامحني هو خذا في نطاق المراقبه الذاتيه يعطيه الصحه ينجح روحات القانون لازم يعمل تحاليل. اما لهنا سي سامي هو ربما هنا ثم ثغره قانونيه كان من الاجر وقت اللي علموك اوفيسيالمون ولا وقت اللي خذوا الاذن بالاتلاف وقت اللي تعمل اذن على عريضه توقف الاذن بالاتلاف وتطلب اما خبير اما خبير يعاود وقت الخبير مش يعمل لك كونستا كامل ولا تقول مش نعمل تحاليل اخرى وراه تنجم القانون يخول لك تنجم حتى اللابوراتوار انت ما عملوا في لابوراتوار اكس تقول انا اخويا اللابوراتوار هذاك لا نحب تحليل يمشي لابوراتوار يغريك وهنا كان طلع نون كونفورم دونك مش يقع يتلف كان طلع كونفورم وقتها اما هما يسيبوه لك ولا تنجم الاداره دون سكا تاخذ لابوراتوار ثالث ويوقف عند اللابوراتوار الثالث. دونك هذه اللي جرات نورمالمون اللي انور سي سامي شنو اللي صار بالضبط في الموضوع هذا؟ واللي صار بالضبط هو عملوا لي معنا محضر حجز بعد شهر. فهمت؟ الجيش يقعد عندك انت فهمت؟ تحت المراقبه. هذا الموضوع نحكيه من ماي 2017 عنده عام. ماي 2017 ما صار في حد شيء. انا طلبت الفلاحه قلت لهم يجي خذوا عينات ثبت. بعثوا لي الهيجين الصحيه تاخذ عينات وثبت ونقص شك. انا عندي تحليل من الفرنسير تاعي معناها فيه جيل سليم. جاو هما تحليل تاع باستور اللي فيه جرثومه. هذه جات في وقت شك. انت شكيت معناها عندك بوزيتيف وعندك نيجاتيف. خويا نجيو على عين المكان ونهزوا عينه قلت لهم نهزوا عين المكان. فهمت؟ اي شنو عندي تحليل شنو اللي صار؟ ما صار شيء معناها ما صار شيء ما جاني حتى ما جانوش قالوا لي ممنوع باش نجيو. هذاك يقعد عندك انت تحت الحظر معناها صحي. فهمت؟ اي شنو واش تعمل انت توا؟ شنو الحل معناها مع الدجاج؟ شنو الحل؟ انا توا معناها دخلت معناها في القضاء. فهمت؟ انا عندي بقرار من محكمة التعقيب توقيف الحكم.
تو السيرة تو عندي أنا دجاج موجود فدي معروض تحاليل أخرى. ديجا أنا ناكل منهم وأنا مش حتى أنا برد نهار جابوا خمسة من الناس كيفي معنا مربيين خلف الرجاء. إيه بربي الفلوس الفلوس وين مشى؟ الفلوس وين مشى؟ الفلوس عندي أنا موجود ولا دجاج تو عندي أنا موجود. هي خرجت باع ولا لا؟ ما تباعش موجود عندي. مازال موجود عندك. اي مازال موجود عندي تو هو ما ديجا هما تو كلموني اليوم قالوا غدوا باش يكملوا الاتلاف ومقاو غدوا تكملوا الاتلاف كيفاش تو عنده عام كامل. انت معناها عندك لو عندك الامهات وعندك الفلوس الزوز تو. لا لا عندي هو هو جا فلوس اما ولا امهات. اه دكتور عنده عام ولا كبر معناها اي دكتور وعلفت وفهمت. اي دونك دونك غدوا باش يتم اتلافه غدوا قالوا باش يتم اتلافه وانا قلت لهم عندي وقت معناها من المحكمه التعقيد ما عندك ما حددتك وقلت يجي خذ المزادية أنا جيت أخذ المحي والشك نأخذ عين أخرى. وعليش ما تعملش إذن على عريضة وجيت أخذ العينات يا قشتو تو هي صارت لي الحكاية معناها أنا صارت في القضاء بين عند المحامي وصارت أنا وندر شنو استيلات وشنو يشيك خمسة. واضح سامي نخلي لك كلمة تتوجه بها أكيد المواطنين التوانسة كل خاطر الموضوع عمل ضجة كبيرة برشا أكيد أنت تتبع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ونخلي لك كذلك كلمة توجه بها لوزارة الفلاحة. أنا نقول من وزارة الفلاحة راهو الدجاج نتاعي سليم ما عندي فيه حتى شيء ما عندي فيه حتى مرض وعندي تحاليل وثائق كل موجودة بالتحاليل نتاعي اللي جاي سليم أنا ديجا أنا واحد الناس ياكل منه عائلتي تاكل منه فهمت هو الدجاج سليم أنا إذا تحبوا تنحيوا الشك أخويا أنا مرحبا بكم أنا معناها لما يجي عامل عائلة أخرى فهمت ولا لا فهمت معناها وعندي اللو هيك برك نخدم بها معناها كي تنحيوا لي معناها رمضان باش نخلص قدام باش نواحد باهي سامي سامي يعني الموضوع واضح ومعناها يعني واضح وايزي كيف ما نقولوا معناها سامبل على الاخر وعلاش ما تعملش انت عن طريق المحامي نتاعك اذن على عريضه باش تاخذ والله والله شو نقول لك هذيك عند محامي ويفهم خدمته والله كل واحد خدمته هو كل واحد وبرنامج طبعا عندي هو ليه بالحكايه القضاء هذه والقضاء قال لنا حبس حتى الدين يصدر فيه الحكم القضية باقي جارية فهمت فهمتك إذا بيا معنا شادين معنا قالك لا احنا نحبوا نحيوه في يوم خذ كيت نحيوه يجي تبتو نحن ناخذ عينة ثالثة ما احنا عندنا مشكلة أنا معكم راني أنا مع القانون إذا في يثبت أخويا أنا نحي واضح واضح يا سامي واضح وكمل جديدك حي شغل كمل وزارة الفلاحة خرجت بلاغ اللي قالت راول معناها يقعد أنا عند القضاء معناها واضح سامي من الحمامات انا مستعد زاد باش ياخذوا لي عين اخرى لقطع الشك ثم انا قلت لنا نحيوا والدجاج عندي موجود واضح 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 شكرا جزيلا لك يا سامي على تدخلك معنا اكيد في حكايات الناس سامي اكيد هو صاحب الدجاج المريض اللي يحمل مرض السلمونيلا اكيد عمل ضجه كبيره برشا الحكم الموضوع طبعا عنده هو الدجاج وصل لتونس في افريل 2017 صدر حكم فيه في مايو 2017 احنا اليوم في مايو 2018 عنده عام الدجاج كان فلوس كبر معناها دونك هنا في سرعه الاجراءات السيد عمر السليم مدير الصحة الوقائية بولاية نابل شكرا جزيلا لقبولك الدعوة وحضورك بحضانا اليوم خاصة شكرا انك شربت الكاسة ذاك من السبالة السادة المستمعين الكل يلقاو الفيديو من بعد على الباج فيسبوك متاعنا راديو كابا فيم سيدي في الختام نخلي لك انت كلمة الختام توجهها للشعب التونسي توجهها لأصحاب المشاريع وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم مع الشكر انا نحب نقول بالنسبة خاصة احنا قادمين على شهر رمضان ان شاء الله مبروك عليكم الكل ومبروك على جميع التوانسة ان شاء الله يتعدى رمضان خاطر تعرف انتم احنا الامراض اللي منقوله عن طريق المواد الغذائيه ولا التسممات الغذائيه اذا كان في سير الايامات ماهيش محبذة فما بالك في رمضان اللي نطلبوا انه يقتنيوا المواد الغذائيه نتاعهم من نقاط المراقبه يبعدوا على الانتصاب هذا حوت انتصاب عشوائي ولا دجاج يبيعوا فيه في الاسواق الاسبوعيه لانه راهي المراقبه الصحيه المراقب الاول والاخير هو المستهلك احنا ما هذا مش تملص من دورنا ولكن احنا دورنا وهذيك واجبنا لازمنا نكثف المراقبة وإحنا بالمرصاد لكل من تخول له نفسه أنه يغش المستهلك بالقطع على خطر أنا قلت راهو إحنا عنا التوعية والتحسيس ولكن لن نتسامح بالنسبة ليغش المخالفات رانا نرفع المخالفات بالنسبة لله اللي يغش ندعو كذلك المنظمات المنضوين تحتها أنها تأطر لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم مع توجيه تحية خاصة لكل المحلات وأصحاب المؤسسات اللي هما يحاولوا باش يقدموا منتوج جيد ويستجيب للشروط الصحيه ونفكروهم اللي غدوا فما حمله في في غدوا ان شاء الله لا والحملات مش تتواصل مش كان غدوا والحملات مش تتواصل ومع الشكر
واضح. شكرا لك السيد عمر سليمي مدير اكيد الصحه الوقائيه. هكا وصلنا للختام، ولكن قبل ما نغلق نحب نحل قوس صغير بإيجاز عمر بالنسبه لمقاومه الحشرات مع اقتراب الموسم الصيفي. بالنسبة لمقاومة الحشرات إن شاء الله توا وقع انتخاب، توا نرجع لك علاش وقع انتخاب مجالس بلدية جديدة. إن شاء الله مبروك على كل الناجحين بمختلف أطياف، وإن شاء الله يقدموا ويستجيبوا للي ما يطلع ليه الناخب اللي نخبه. بالنسبة لمقاومة الحشرات، احنا في وزارة الصحة هي دورنا مراقبة نوعية الحشرات، يعني ثم حشرات نقل الأمراض كما الفيروس وست نايل كما تشيكنغويا. دونك احنا نراقبوا المخافر تولد الحشرات بالوسط الريفي والحضري، نحدوا الكثافة، نحدوا شنية نوعيتها. عندنا مخبر جهوي لعلم الحشرات باش نشوفوا شنية النوع متاع الحشرة. وفي صورة وجود مخافر إيجابية، خاطر الحشرات راهي تجي من الماء وبالنسبة للسباخ، وثم نوع في بالنسبة للمياه العذبة، وثم نوع بالنسبة للمياه الملوثة. ما فهمتكش أنا سي عمر، سباخ وعذبة أي. السباخ مثلا السباخ هي تجيها لايدس أي، لكن هذه يلزم معالجتها من قبل بوقت، ويلزم معالجتها هي بالمبيدات قبل، لا في الوقت اللي نلقاها، وقت اللي نلقوا الحشرات، خاطر هو السيك البيولوجيك، الدورة البيولوجية نتاع الناموسة تبدا في الماء وبعد تطير. احنا ماذا بينا ما تطيرش، خاطرك بعد كطير تصعب بدواتها، واذا مش تداويها تولي مش تلوث المحيط. دونك ماذا بينا تداو في الوكره، تداو وقتها هي يرقى في الوكره نتاعها. دونك احنا كي نسجلوا اوكار ايجابيه نبعثوها للبلديات في المناطق البلديه والمعتمديات في المناطق الريفيه. هكا علاش جبت البلديات، وان شاء الله البلديات، خاطر ثم كل بلديه لازم تكون عندها فريق مجهز وفريق متكون للتدخل والمداوات، وخاصه اما بالمداوات ولا بالمقاومه الفيزيائيه اللي هي الردم والشفط واكسترا، مش ندخل برشا في الامور التقنيه. دونك هكا علاش احنا نكثفوا المراقبه بالنسبه لل باش لسلامه، اولا لانها الناموس يسبب القلق، القلق انه يبدا يظن انت رقت، واثنين لانه ينقل الامراض، ومش نقول لك ماشي الانثى باش خاطر الانثى، خاطر الانثى هي اللي تنقل الدم، خاطر كي تمص الدم نتاع العبد عنده فيروس، شو اسمه عنده فيروس، تنقلوا العبد سليم. دونك هكا علاش نقولوا نواقل امراض بالنسبه للحشرات. واضح. شكرا جزيلا للسيد عمر السليمي مدير الصحه الوقائيه عن ولايه نابل، كان حاضر بحذانا اليوم في حكايه الناس ومضي ساعتين للطو. كنت معاكم انا امير بوكا من خلف الميكرو اليوم في حكايه الناس، ومعايا زميلي اسامه مثلوثي اللي امن لكم الفيديوهات اللي تلقاهم بعد على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام، زميلتنا احلام على الكونسول، زميلتنا دراندا كانت تستقبل في اتصالاتكم الهاتفيه اللي جاتنا كل، واكيد زميلتنا متالقه سناء بن ساسي كانت حاضره معنا في الاعداد. هكا نكون وصلنا لحكايه الناس اليوم، نتلقاه ان شاء الله في موعد اخر من حكايات اخرى في حكايه الناس. تصبح على خير الناس الكل. كابا فام الكلمه ليك.